تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنظيم زيارات للشباب للتعرف على المشروعات القومية العملاقة التي تمثل إنجازات مصرية حقيقية وهامة على أرض الواقع. نظم حزب مستقبل وطن زيارة لبعض المشروعات القومية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك للتعرف على كافة سبل التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل التي أنشئت على أساسها المدن الحديثة. كما نظم الحزب زيارة لقرية الحصص إحدى القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، ووزع شباب الحزب الهدايا على الأطفال والمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية. محتاجين إعلاميا تغطية إعلامية حقيقية لعمل، وأنا مش بقوله يعني فضلا ولا منة من الدولة على الناس، ده شغلنا يا دكتور مصطفى، لكن من حق الناس إنها تشوفه وتتعايش معه. بيسألونا مين إحنا؟ إحنا اللي جمعنا أملنا، وطننا دايماً على بالنا، إحنا مصر. أهلاً وسهلاً بيكم في جامعة المنصورة الجديدة. جامعة المنصورة الجديدة دي يعني بتعبر عن إرادة الدولة، ان احنا طول عمرنا بنشوف الحاجه بتتعمل وتقعد سنين طويله على ما تخلص. احنا في الجامعه دي بدينا 2020، طلع القرار الجمهوري بانشاء الجامعه، بدينا في اغسطس 2020، اغسطس 2021 استقبلنا اول طلبه في الجامعه. اتشرفنا النهارده ان احنا جينا هنا في مدينه المنصوره الجديده وزيارتنا لمشروعات قوميه زي مشروع تحليه مياه البحر، وبرضه هنا متواجدين في جامعه المنصوره الجديده. قد ايه الواحد لما بيبص وبيشوف ان من سنتين بالظبط الارض دي كانت ارض فضاء، حاجه بصراحه مهوله. بدايه ما جيت وشفت انجازات كتير، اول ما رحت محطه تحليه المياه، كانت ما شاء الله كنت واخده بالي من المعمار والهندسه اللي كانت موجوده. صراحة كنت عارفة عن المشروعات اللي بتحصل في المنصورة الجديدة، لكن أول مرة أزورها وأحس بالانبهار كده حقيقي، أحلام على أرض الواقع. يعني صراحة فخورة جدا ببلدي إن هي بتقدم حاجة زي دي. لما نسمع حاجة ولما نشوف بعينينا حاجة تانية، وإن إحنا نوصل الكلام ده لأصحابنا والأهالينا إن فعلا في حاجات كويسة قوي بتتم في البلد. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هو يعني بصراحة عامل مجهود عظيم في محافظة الدقهلية عامة وفي المنصورة الجديدة خاصة. رحلة ممتعة جدا، برضو رحنا تشرفنا ان احنا جينا في كورنيش المنصورة الجديدة، وان شاء الله يعني دايما بالتوفيق، بندعي للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق الدائم وربنا يكرمه ويعينه ان شاء الله. وعقب ذلك توجه شباب الحزب إلى قرية الحصص، وهي ضمن القرى التي تم إنجازها في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وتبلغ مساحتها 8500 متر وتضم حوالي 23,000 نسمة. سيادة الرئيس، ده انا بدعي له من كل قلبي، والله بدعي له من كل قلبي، ربنا يخليه لنا يا ابو، وبارك لكم يا رب ويديكم الصحه علشان اتفاق اخلصنا لازم. عايز بقول لكم السلام عليكم، طيب استكم صحه وسلامه وما نتحرمش منه ابدا، ويجعله مستور ويجعله كده العمر كله ابا العنان. مصر تبقى دينا اعلى وتبقى عند اولادها اولى وهم